هنيجي لطريقة النوتيلا. هنحتاج معانا كوباية لبن، كوباية سكر بودرة، كوباية زيت، كوباية كاكاو خام، ونجيب معانا الخلاط. أول حاجة هنحط اللبن، وبعدين السكر، وبعدين الكاكاو، نضربهم مع بعض. بعد ما ضربتهم هحط الزيت في الآخر بالتدريج، احط شوية وبعدين اضرب تاني. بعد ما ضربتهم حطيت الزيت آخر حاجة، هبتدي اضربه معاهم. ده شكلها النهائي اهي، انا حطيت فيها حتت بندق مجروشه، جميله جدا، وتنفع للحشوات او للسندوتشات بتاعه المدرسه او اي حاجه.